قدم مثمن هذه المبادرة من الجالية الهندية، متمنية أن تحذو باقي الجاليات حذوها لصحتهم وأيضا لخدمة المحتاجين من المرضى للدم. نحن نشكركم لأمير دولة الكويت حفظه الله وأبناء دولة الكويت. الحمد لله نحن نجي الحين لتبرعات الدم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نحن أبناء الجاليات، هذا طريق لشكر دولة الكويت، هذا تبرعات الدم. اليوم أنا في بول تقريباً 270 نبر اليوم أعطي الدم. ليش؟ عشان على في برير على الكويت. أنا أعطي الدم مع الكويت على مستشفى جابرية، بس على الكويت أنا حبي وايد كويت. أنا تقريباً داخل الكويت 20 سنة. عشان أنا إيش ليش؟ عشان في بلد واحد نفر بيعطي عشان خدمة كثيرة.